مساء الخير، برحب فيكم بحلقة جديدة من سكور، بنحكي فيها فوتبول، فورمولا 1، تنس، ام بي اي ومواضيع اخرى. بداية بدي ارحب بضيوفي سعد الدين عيتاني. مساء الخير استاذ سعد الدين. امين سر نادي النجم البيروتي اللي اليوم عم بحقق نتائج ممتازة في بطولة لبنان والمنافسة بينه وبين الراسينج. ايضا عندكم منافسة بكأس لبنان وبكأس الاتحاد الاسيوي. مساء الخير. نحن وياك نحكي شوي عن كرة القدم اللبنانية وعن نادي النجمة. مساء الخير جورج. هاي نجيب. نحن وياك بدنا نحكي فوتبول بطبيعة الحال. اكيد دوري انجليزي وعنا اخبار الان بي اي مع انطلاق البلاي اوفز. ساندرين مساء الخير. هاي نجيب. نحن وياك بدنا نشوف مونتي كارلو وفافرينكا اللي عم بأكد انه هو رجل قوي هذا الموسم، وشو رح نشوف معك ايضا ونهائي كوبا ديري. كوبا ديري اللي كانت عم تصير الاربعاء الماضي. بونسوار مروان. بونسوار مروان. المرحلة الرابعة من بطولة العالم، وايضا سيطرة واضحة لفريق مرسيدس. هلا بدنا نشوف قديه صار متطور هذا الفريق على بقية الفرق اللي عم تنافس معه بالبطولة. انما البداية معك استاذ سعد، نادي النجمة معروف انه من اكبر الفرق يلي عنده جمهور، عنده قاعدة كبيرة بتواكبه وبتهتم لامره، مش بس بتواكبه. اليوم نادي النجمة من بعد هيك فترة ما قدر يحقق فيها انجازات كبيرة، شو يلي تغير السنة عم بيحقق هالانجازات الكبيرة؟ هلا اول شيء بدنا نقول لكم شوي باك جوز باك ابو اورتايم، كون سنه خير على البلد وعلى الجميع. ثانك يو. طبيعه الحال نادي النجمه هو منافس دائم للبطولات، والدليل على ذلك انه نحن اخر ثلاث سنين دائما كنا اخر بالمربع بالمربع لا مش بس بالمربع يعني كنا دائما وصيف. كنا دائما وصيف، ونحن بس اكثر شيء عم نخسر لاعبين كنادي النجمه تيروحوا بالاحتراف. يعني نحن لو ما راح يعني مدرسه النجمه ناشطه، صح، انه نحن عندنا اكبر عدد من اللاعبين بالوقت الحاضر عم بيلعبوا بالخارج محترفين هن من نادي النجمة. لو هالباقيين هاللاعبين كانوا موجودين مع الفريق كنا بعتقد اخر ثلاث سنين نحن البطل. والدليل على ذلك انه اللي راحوا لعبوا برا هلا بالوقت الحاضر يمكن بالانديه الثانيه في لاعب واحد، نحن عندنا 4 إلى 5 لاعبين بالوقت الحاضر. لو كانوا عندنا بالفريق هذيك مين فينا نسمي ولا ما في بلال نجارين اللي يعتبر من اهم مدافعين بالمنطقه، مش في عندنا محمد غدار، في عندنا زكريا شراره، قبل هلا عباس عطوا الكابتن عباس بس ترك الفريق، كان هو متصدر الهدافين تركه بمرحله الذهاب وضل لاخر الاياب كان هو بعده متصدر، كان هو بعده على راس قائمه الهدافين. يعني نحن طالما نحن يعني مدرسه النجمه بألف خير والنتيجه اليوم عم تتصدروا امام مدرسه اخرى هي مدرسه الراسينج. يعني هون عم نحس انه الفقر اوقات بينفع، يعني عم تستفيدوا مش لا انه الانديه اللي كانت تعتمد على ميزانيات الضخمه تشتري لعيبه اليوم خفت هذه الميزانيات ما عم تقدر تنافس. ما عاد النادي بحب يستثمر كثير ويدفع مبالغ. يعني نحن بتذكر كثير منيح انه من خلال قبل 15 سنه وصل انه نحن ناخذ لاعب بالدوري اللبناني 150,000 دولار. هلا نحن ما لنا مستعدين اليوم ندفع 150,000 لو عنا اياهم، رغم انه ما عنا اياهم بالوقت الحاضر تندفع هالمبالغ. ليه؟ لان نحن ما عم نقدر نحمل الاستثمار طالما نحن بنظام الهواة. طالما نحن بنظام الهواة ما معقول انا ادفع 150,000 ممكن ثاني يوم اللاعب يحط اجره بالطياره ويسافر ويخسر النادي. بس النادي مش عم ياخذ مصاري هون لما اللاعب يحترف نادي النجم. هذا بيتوقف على مدى التزام واخلاقيه اللاعب. الكونترا ما بينفع، لا ما في اعتراف. طالما هو موقع على كشوف الاتحاد اللبناني كهوي. نعم. في لاعبين الحقيقه كانوا مع ناديهم اعتبروا انه لا لازم النادي ياخذ حصه وعطيوا النادي، وفي ناس داروا ظهرهم للنادي وتركوا. نحن بالنتيجة عارفين انه الظروف المعيشية صعبة، ونتمنى بالعكس انه هذا نحن انه نحن بنشوف حالنا بس نقدر نخرج اكبر عدد من اللاعبين. حتى عنا لاعب كان بالشباب ما استفدنا منه بالفريق الاول ابدا، وكان اهم لاعب عنا هلا عم يلعب بالدوري سلوفاكيا. يعني عنا بعتقد 5 أو 6 لاعبين من أميز اللاعبين بالبلد عم يلعبوا بالخارج بالوقت الحاضر. في منهم نادي النجم استفاد منهم وفي منهم لا ما استفدنا منهم. هلا بدنا نحكي اكثر كيف استفدتوا بالفريق بالتشكيله اليوم يلي عم بتكون عندكم، انما رح ننتقل بالصور لك مروان تنكون مع المرحله الرابعه يلي ما كانت مثل البحرين، السيطره فيها كانت اوضح لفريق مرسيدس. ايه الريبورتاج طويل، يعني قلع هاملتون اول وربح السبق. هذا هو هذا هو. خلينا نشوف سوا الصور. على كل حال بالصين الكواليفاينج سيشن عطت هاملتون المركز الاول من بعد يعني ما كان في مطر شوي صغيره. دانيال ريتشاردو بعده عم بيتفوق على سيباستيان فيتل واخذ المركز الثاني بالكواليفاينج سيشن. على كل حال خلينا نشوف بالسباق شو صار معنا. إذا مثل ما قلنا قبل انطلق هاملتون من المركز الأول ودانيال ريتشاردو من المركز الثاني، بس زميله سيباستيان فيتل بيقدر يتخطى عند الانطلاق وبيحل بالمركز الثاني بشكل مؤقت، بينما روزبرغ اللي انطلق شوي مأخر من الخلف تراجع كثير ببداية السباق.
بس فاجئنا روزبرغ اكيد انه سياره المرسيدس هي افضل السيارات وعندهم مارجن كثير كبير وبيقدر يتجاوز السيارات يلي امامه وبيقدر يوصل بنهايه السباق تيحصل روزبرغ على المركز الثاني ورا زميله هاملتون يلي حصل على المركز الاول. كمان الفيراري بيست اوف ذا ريست، الحصان الجامح مثل ما بيسموه عم بيعرج شوي صغيره وقدر حصل مع الونسو على المركز الثالث. بهالوقت كيمي رايكونن ما كانت نتائجه كثير منيحه وهون كان في احراج، شفنا بالمشهد احراج لسيباستيان فيتل وقت اجى تيم اوردر انه مرق ريكاردو حطه بالمركز امامك وجاوبهم قال لهم تف لك، بس بعد لفه ثانيه قدر ريكاردو جاوز عنه. طيب ليه برايك انت اليوم ريكاردو عم بيكون افضل من فيتل؟ يعني حتى فيتال عم بيقول منه مستحي فيها وما عم بيعطي حجج، عم بيقول انه ريتشاردو افضل مني وعم بيقدر يطلع من السياره اكثر بعده ما اكتشفها فيتال، ما عارف شو السر تبع السياره. وكمان كيمي رايكونن نفس الشيء عم بيقول طريقه قيادته اللي هي سلسه كثير، هي كثير منيحه وبتحمل اطارات بس عم بيسابقوا سباقات فيها برد شوي صغيره، ما عم بيقدر يعمل جريب بالاطارات لسيارته، مشان هيك الونسو عم بيكون افضل منه. هذا يعني عم نحكي تيم ميتس هون، كيف عم تكون سوات الفريق مختلف ببطولة السيئين. بعده روزبرغ بالمركز الأول بعيد بس 4 نقاط عن لويس هاملتون، يعني بده يشد حاله شوي صغيرة تنرجع نشوف بطولة عم تولع. 11 أيار منتقل لأوروبا على سباق إسبانيا، يعني بعد 3 أسابيع. بعد 3 أسابيع قبل ما نختم على الفورمولا 1 بالصور، لأنه رح يضل معنا مروان تنحكي نحن عن مواضيع أخرى، رح نشوف هيك بعض اللقطات يلي ما شفناها بهالروبورتاج. سيس عدين وقت نشوف احتراف برياضة معينة مثل فورميلا 1 وين بتودي، وين بيصير فيها مبالغ كبيرة. اليوم نحن شو يلي بيمنعنا انه نفوت بعالم الاحتراف؟ لعبتنا عم بيطلعوا يلعبوا كمحترفين برا، بس بعد البطولة مع انه الضخ فيها بحدود 20-30 مليون دولار ربما ككل، يعني مع درجات كلها ما عم يكون في عنا احتراف. اول شيء مشان الاحتراف بدك نظام، بدك تشريع، هذا اللي نحن مش جايب النظام عنه. مش هالمشكله، مش العقد بالنظام. شغله ثانيه انه نحن بالنتيجه بده يكون عندنا جماهير بالملاعب، ما نمنع الجمهور ونرجع نقول بدنا نعمل احتراف. لان بالنتيجه جمهور الحكمه، جمهور النجمه مثل الحكمه عم بيشاغبوا اوقات. لا انا بعتقد جمهور النجمه منه مش لا عم بفوتوا، يعني رغم التحذيرات عم بفوتوا، رغم عم نقدر نكسر الحصر. تخنقوا شوي. عم نكسر الحصر بس بطريقه، يعني نحن كان اقل مباراه عندنا 7-8000 شخص، المباريات الكبيره بين 20000 ل 30000. نحن بتذكر بالدوره العربيه كنا نبيع 30000 تذكره كل مباراه لمباريات منقوله على التلفزيون، يعني لو ما كانت منقوله على التلفزيون كنا ممكن نقدر نجيب عدد اكبر. طبيعي جمهور النجمة على التاريخ اللبناني ما بتصور انه في حدا بيقدر كان يجمع اسبوعيا العدد معروف، العدد يعني جمهور النجمة وحتى انه يجي يدفع تذكرة ويجي من كل المناطق اللبنانية، هذا شيء كان فريد من نوعه. للأسف انه صرنا 7-8 سنين عم ننحرم من الجمهور بعد الأحداث اللبنانية، وهذا بصير في شيء اسمه بنك أجانية للأندية. نحن كنا بين خلال التذاكر وقت اللي كانت التذكرة 5000 كنا نعمل 400,000 دولار بالسنة، 400,000 وكان عندنا سبونسر من بعض شركات 5000 ليره فقط. ايه بس 5000 اليوم سعرها 10، يعني كان ممكن تطلع ل 800 مليون دولار قول مليون دولار. بالاضافه كان عندنا سبونسر من شركات كبيره مشان ما نسمي، كنا نحن تجهيزاتنا كلها ببلاش مقابل انه دعاي، كانوا 110,000 دولار بهذاك الوقت من 15 سنه يتقدموا لنادي النجمه. كمان هدول نحن طيب بس اليوم منهم. عندك وضع امني استثنائي ما فيك، يعني انا البعض بفهمهم لا الفتره اللي كان في صراع كبير خلصت، هلا في صراع مختلف هلا بفهمهم يمكن شو. نفهم بس كمان ما بجوز كمان انه نحن كمان كان عندنا بعثي من الكويت واللي هو بطل الكويت واللي هو كمان هذا الفريق اللي اخذ بطوله اسيا مرتين،
وعم نقول له انه بعت لنا تنعمل تشيرات للفيز تبعول الاجانب تبعولك معه 15 واحد، قال نحن ما بنعمل لهم اقامات. قال ليه؟ لان الدوله سامحتنا بالوقت ان نحن اي لاعب اجنبي بندفع عليه 12,000 دولار بين اقامه. هلا اذا بدك تعمل ايفنمان بلبنان بدك تدفع عليه جمرك. يعني نحن اللي عم نعاني انه بالنتيجه بقدر انا امنع، بس بيسوى كمان انه نحن نخصص للانديه انه يلعب. بس بدك الدوله يكون عندها هيك رؤيه معينه. ما في رؤيه للاسف، للاسف ما في رؤيه. يعني هذا حديث يطول. مثلا بالفوتبول رح نضلنا رح ننتقل لاسبانيا، كاس اسبانيا اسمها كاس الملك، هالشيء بيدل على انه الدوله كلها وعلى راسها ملك اسبانيا اللي ما عنده مهام دستوريه بيتابعوا هذه الرياضه، صحيح ساندرين؟ مزبوط. بس مع الاسف يعني خيبه امل ولا خيبه امل بلبنان؟ لا بلبنان خلص شو بدنا نحكي بعد. خيبه امل لبرشلونه، خيبه امل لبرشلونه، خيبه امل او تصفيه حسابات بين ميسي و هو الفريق والإدارة. يعني على كل حال بتذكر إنه كنا منتفق إنه الفريق خلاص، الفريق الكاتالوني صار بده انتفاضة جذرية وتغييرات كبيرة. نفضة مش انتفاضة. نفضة بالعربي أنا. نفضة كبيرة بالفريق بصفوفه. كان أكيد بيطمح الفريق إنه يرجع شوي يستعيد يفرض وهرته إذا فينا نقول ويفوز على ريال مدريد. إنما الكلمة الأخيرة كانت للريال، وهذا الشيء أكيد أعطاه جرعة معنوية كبيرة لمبارياته أمام البايرن بالتشامبيونز ليج. إذا بعد اللقطات من نهائي الكوبا ديل ري منتبعها سوا. إذن نهائي الكوبا ديل ري اللي جمع الغريمين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب ميستايا بفالنسيا. بدأ في ريال مدريد الشوط الأول بضغط هجوم كبير وما انتظر كتير حتى أعلن عن نوايه عن طريق أنخيل دي ماريا بدي 11. بالشوط الثاني سجل المدافع مارك بارترا هدف التعادل بالدقيقة 68 لبرشلونة لينهي اللاعب البلغ من العمر 23 سنة رقم كاسياس بالبطولة، حيث الحارس ما تلقى أي هدف طوال مباريات البطولة الثمانية. أما الحسم فإجا عن طريق بيل بدقيقة 84 من عمر اللقاء، حيث استلم تمريرة كوانترا وانطلق بسرعة عالية جدا لينفرد بالحارس بينتو ويسجل الكرة من بين أقدام الحارس معلنا عن عودة الأفراح إلى جماهير النادي الكتالوني. هذا سين بولت ولا جاريث بيل؟ ما بعرف صراحة هالسرعة كيف فينا نوصفها. معقول تربو. شو رأيك أنت وجوز بهالهدف؟ رائع. هذا يعني حادثة فريدة بتصير إنه اللاعب يعني إذا كان شوي بهدف مارادونا الأرجنتين من نص الملعب. بس مارادونا قطع على اللعيبة تاني ميلة أول شيء. بس هذا بس ما بقوله انه كبر كوعه كثير انه طلع على بطنه انه يقدر يتفوق ويعربش على الليبرال. يعني على كل حال استحق انه هالمبلغ على بس كثير انتقدوا بدايه الموسم. نجيب بارتر عم بيقول انه كان منصاب، اصابته اثرت عليه مش هيك ما قدر لحقه لجاريث بيل، كان بيقدر يعرق له برايه مش هيك قطع عنه بهال. لا خلصت الخبريه. بس مثل ما كنت عم بقول لساندرين العمليه هي اكثر شوي اذا بدك ببرشلونه اليوم هي مع منبرر الخسارات، ولكن بينا تصفية حسابات معينة ما بيعرفوا يلعبوا كيف ثلاث أربع يعني. ثلاث أربع مباريات مضوا له كونترا جديد بقى لميسي وخلص يرتاح بقى. هي الكونترا الجديد وتشرعت أنا وياك على الموضوع أنه بيقولوا أنه 250 لا 120 صح. وكل صح. ما بدهم يزيدوا له دولار دولارين بيطلع من تاني مال بيقبض زيادة. قيمته الفعلية بالسوق حاليا مش أنه قيمته إذا نادي بده يدفع حقه هلا قديه بيسوى قيمته لميسي 120 ما مش عجبته لأن نيمار صار أكثر صح. نحن في عنا بال 120 مليون دولار شيء ولا؟ أنا ب 120 مليون ليرة. يعني كل واحد عقيس وعقيس. رح نتوقف مع بريك وبنرجع معكم بالقسم الثاني من سكور. نفس مع الراسينج اللي كمان سنة عم بيعمل موسم ممتاز. نحن بالأساس بالنتيجة الهدف تاعنا هو اللقب. نحن عندنا ثلاث مباريات ونحن بدنا 9 نقاط اليوم كنا باجتماع حتى لو شو ما صار بغض النظر نحن عم نعتبر انه المباريات هيدي كاس منا مباريات دوري انه كل مباراة بدنا ثلاثه بغض النظر اللي خلفنا مين الرسنج الانصار العهد الصفا بدنا نحترم نحن الفرق الخصم وبدنا نحتل المركز نحن بالنتيجه عندنا هدف اليوم النجمه بوسط يقال انه اليوم عندنا عدد كبير من المراهنات عدد كبير من الامور يلي خارج عن اطار الرياضه الحقيقيه شو تعليقك على الموضوع؟ بتحكي النجمه ولا لا لا هي بوسط يعني بوسط الكره كلها للاسف هيدي في انديه في لعيبه بالباسكت بالفوتبول كانت بالاول كلها فوتبول هلا بلشوا ينحكى عن مباريات بالباسكتبول هيدي الظاهرة جديدة عم لعبنا اللبنانية موجودة باتنج موجودة بأوروبا موجودة كلها موجودة بأوروبا أنا بس هيدي موجودة نحن الظاهرة جديدة نحن كنا بس في شيء ملفت إنه صار في تحقيقات نحن طلبنا بنشر هالتحقيقات للرأي العام إنه أنا حقي كان بدي أعرف ليش توقف اللاعب ما بعرف ليش الاتحاد ما نشر هالشيء عم بضبضبه بس كمان الأخطر من هيك إنه الشباب وزارة الشباب والرياضة
كانها ما كانت موجوده، انه كمان هي لازم تطلع على التحقيقات. المدعي العام نحن بنلاقي انه باوروبا انه واحد عم بمس سمعه الوطن، وفي مراهنات كانت على صعيد المنتخب مش على صعيد الانديه، يمكن الانديه بتقدر هي الانديه تدبير داخلي مع الاتحاد مع هذا انه نادر، بس اليوم بس يكون صعيد منتخب ونشوف غياب وقتها لوزارة الشباب والرياضة بدورة بالاطلاع على التحقيقات أو المدعي العام، وهالشيء إذا نحن ما كنا وضعنا له حد بهذاك الوقت ممكن هذا الشيء يتكرر إن كان بالباسكت ولا غير الباسكت بول ولا بالفوتبول. هو صار من سنتين وتم توقيف الحكام برا بس هذا موضوع بس هون إيه كمان صار إيه بس نحن كنا نتمنى نتمنى إنه كنا نحن منشان ما نسد الاتهام جوزيف انه حقنا انه نحن نعرف شو صار بالتحقيقات. في احد زملاء كتبها بجريده من الجرائد بالديلي ستار انه بالباسكت هو عم بيصير في جامبلينج معين، بدنا نشوف انت يعني اليوم انت بالوسط تعرف اكثر عن الموضوع، بس بعتقد انا عم بيصير عم بيكون في نوع من حتى ما ضروري يخسر هلا باوروبا بالاتحاد الاوروبي ربطها ب 400 لاعب ولاعب من اكثر الدول. صارت ايام بمارسي برنارد تابي وكتار يعني بإيطاليا هلا في كمان فضائح وبكل كتير من المحلات فيه، خصوصا على بأوروبا يختلف الوضع إنه هنيك في مبالغ طائلة يعني عم تستثمر باللعبة إنه مئات الملايين. فنحن بس صارت هالفيروس اللي ضرب الأندية اللبنانية استغربنا إنه نحن بلبنان أصلا جماهير بالملاعب من عينا إنه شو عم الرأي ماشي الحال. جورج خلينا نتابع نحن وياك هيك شويه كره قدم دوري انجليزي بنشوف، بدنا لازم نقول له مبروك لسامي، سامي خلص معيد هو، وكمان نقول له مبروك لكريم مر يعني من اكبر مشجعين لفريق ليفربول بلبنان وبالعالم العربي ربما. ليفربول صار قريب جدا من الفوز باللقب، بعد في ثلاث مراحل ليفربول بعيد بخمس نقاط عن تشيلسي. دوري مشتعل كليا، رح نتابع صور لقطات عن المرحله 35 من الدوري الانجليزي ومنعلق صوالح. رح نشوف بداية لقطات لقاء تشيلسي اللي سقط بشكل مفاجئ جدا مع ساندرلاند اللي عم بيصارع على الهبوط للدرجة الثانية 2-1 على أرضه، وكانت خسارة كتير كتير سيئة لفريق جوزيه مورينيو، وكمان طرد على أثر روي فاريا اللي هو مسؤول الجهاز البدني بفريق تشيلسي بعد مشكل كبير مع حكم المباراة وهو كان جوزي ألتيدور. هون عم نشوف كمان المشكل الكبير اللي بيصار خلال هالمباراة. أما فريق ليفربول فنجح أنه يفوز كمان مرة جديدة هالمرة على نورويتش سيتي 3-1، سواريز هو ورحيم ستيرلينج كانوا نجوم المباراة. السيتي فاز على ويست بروم والصراع الثلاثي بعده، بس الأفضلية أكيد مثل ما ذكرنا صار أكبر وأوضح فايف كلير صاروا بعد. في لقاء مقبل بالويك أند تشيلسي ليفربول هو حاسم جدا لتحديد هوية البطل. هذا بالدوري الانجليزي. اما البي اس جي ف يعني ربح. خلص ربح اللقب وبنفيكا ربح بالبرتغال. صحيح. انت مين بتحب سيس عبد الدين؟ نجمه نجمه اوروبا نجمه بحل لك مشاكل انه نحن عندنا كثير مشاغل واخذي كل وقتنا فما بتركز. انا بالنتيجه انا لا اولادي عندي بيشجعوا، بس انه انا شخصيا اللعبه الحلوه يعني مع بارتيزان ريد ستار مع بارتيزان ريد ستار بالغرب النجمه الحمراء. مروان شو ممكن يتغير بهالثلاث اسابيع قبل ما ننتقل لسيركوي كاتالونيا؟ هلا بس كيف عم تلعبوا عنا بكتالونيا ما بفهم. الكل عم بيشدوا حالهم، بينت انه محرك رينو تحسن شوي صغيره، بين مع انفينيتي ريد بول انه هن البيست اوف ذا ريست، صاروا ثاني فريق احسن من الفيراري، عندهم بعد سنين يكمشوها، بس كمان بنفس الوقت سياره مرسيدس منها متطوره على الاخر، كمان بعد عندها مجال تتقدم اكثر، وكل مره عم نقدر نشوف وقت يشدوا حالهم بعد والفرق ثاني او يمكن اكثر ثاني ونص بينهم وبين المنافسينهم، ثاني ونص صعب كثير تروح يعني مش بحل سحري الا بالمحرك يكتشفوا شغله كبيره، بنفس الوقت كمان فيتال منه مرتاح بالسياره مش عم بتناسبه كل هالارقام اللي بيطلعوا له انه لازم ينتبه للفيول كونسامبشن وبده يعبي البطاريات كمان تبعون البريكنج ومليون خبريه الكترونكس بده يفكر فيها السيء، هو بتعطيه سياره بيمشي بسرعه وبيمشي حاله، يعني صار بده يكون نص انجينير السيء بنفس الوقت ومشكله روبو عم بيشتغل يعني مركبه فضائيه وعم بيظبط فيها. صح صح عنده مليون شغله يقعد يشتغل فيها بالسياره يعني وهذه ثلاث اسابيع هولي هن بيتغير بيتغير اذا بدك بتغير المدرسه التكنيك من يمكن من هيك ريكاردو اللي اليوم صاروا من جنراسيون اصغر صاروا يتعلموا اكثر هالقصص مش مثل يعني يمكن ما عدوا روبويات يمكن من من هول الجيمز اكيد اي هاند كوردينيشن كثير منيحه لانه بس منه كبير يعني سيباستيان فيتل من هالجنريشن الجديده. ساندرين عنا مفاجأتين كانوا عم بيصيروا بأول شيء سقوط نادال ما كان مقنع أبدا على تيرباتيو، وتاني شيء فافرينكا يلي البعض اعتبره هيك فلتت شوط بأستراليا عم بيربح هون بمونتي كارلو.
مظبوط. هلا الاكيد نجيب انه نادال المستوى اللي عم بيقدمه باخر فتره منه زيت المستوى اللي فرجنا اياه باول الكامباك، اكيد في تراجع ملحوظ في انفورست ايرورز كثير كتار بعد ما بنعرف شو السبب، ما مبرره مثل ما قلت. فافرينكا قدم مستوى كتير عالي بهالبطوله، هي اول مره بيكون في لقاء سويسرا بالنهائي من 14 سنه، كانت مباراه كتير حلوه بيناتهم، بس اخر شيء حسمها فافرينكا وهذا اول لقب له بال1000 نقطه للماسترز مقابل 21 لقب لفيدرير. معلش زمت له مباراه بيمشي حاله بيمشي الحال. اذا بعد اللقطات من مباراه النهائيه لدوره مونتي كارلو منتبعه. إذا تغلب السويسري ستانيسلاس فافرينكا على مواطنه روجي فيدرير بنهائي بطولة مونتي كارلو بمجموعتين مقابل وحدة 4-6 7-6 و6-2 ليتوج بأول ألقابه ببطولة الماسترز. وسبق لفافرينكا المصنف ثالث بالبطولة انتزاعه لقب أستراليا المفتوحة، أول ألقابه أيضا بفئة الجراند سلام مع بداية الموسم. اللقب هو السابع لفافرينكا ببطولة الـ ATP بوقت تلقى فيدرير خسارته 39 بمبارياته النهائية رقم 117. هيدي المواجهة رقم 15 بين الصديقين، فاز فيها فافرينكا مرة واحدة من قبل وهيدي تاني مرة مقابل 13 فوز لفيدرير. أكيد مثل ما قلنا فافرينكا رح ينضاف لرصيده 1000 نقطة إضافية بالإضافة لمبلغ مالي قدره 550,000 دولار. وهن كانوا سوا خلوا سويسرا تتأهل أكثر بالديفيس كاب من فترة، كانوا موجودين كذا خصا للمرحلة للمرحلة المقبلة. أستاذ سعدين كيف رأيك اليوم بالوضع في كرة القدم اللبنانية؟ رايقة بالاتحاد، عم بحبوا بعضهم من بعد التركيبة اللي صارت السنة الماضية؟ هلا طبيعة تركيبة الاتحاد اختلفت عن السابق حسب النظام المعمول، إذا بدنا نعمل بالنظام صار هو شخص واحد اللي هو بيتحكم بكل مفاصل العام. لا رئيس الاتحاد وأمين العام. العام صار موظف. ايه موظف بس انه بس نحن بندير الأمور على الطريقة اللبنانية. ايه مشان ضلنا محلنا مشان ما نطور كثير. ماشي الحال. بس لا أنا قصدي الخلافات الكبيرة اللي كانت موجودة بالفترة السابقة خفت شوي؟ لازم نكون خفيت، لازم نكون خفيت. ايه عم بقول لك الفرق عم بيساوي الامور كلها سوا اليوم، لانه إيه. ميزانيه الفرق عم بتفاجئ فيها، يعني ماكسيموم مليون دولار يعني فريق، صح؟ ايه في يعني فرق اقل يمكن حتى يعني قراب المليون، اقل من المليون. ايه على العلم انه نحن كنا من قبل كنا نصرف بالمليون و850,000 دولار. يعني شو سبب التراجع؟ قلة سبونسرز؟ لا ما نحن ما قلنا لك عندنا مونكا اجانيا ال 400-500,000 دولار تبع الجمهور وبالاضافه للسبونسرز. مين ابرز السبونسرز اللي عندكم هون اذا بتحب تذكر حدا؟ فينا نذكر ايه بنك اكيد ولو بنك مد اللي هو اللي سبونسر، وفي راعي النادي، وفي عندنا الشباب اللي هن الاداريه اللي عم بيراعي النادي الشيخ سعد الحريري، وبالاضافه لاعضاء الاداره اللي هن عم بيقوموا بالواجب ويكفوا الامور. اليوم شو الطموح؟ طموح انه نادي النجم دوبلي تلبق له الالقاب ثلاثيه ولا ثنائيه. انا بعتقد انه اقرب والاحق حسب الشيء اللي نحن عم نقدمه بالملعب وشاهدت الكل انه نحن لازم يكون عندنا دوبلي. نحن بهمنا كمان ثلاثيه ونجيب لقب خارجي للبنان، لان سبق نحن ورحنا على الفينال بالاي اف سي كاب. نتامل انه نقدر نتخطى نهار الخميس فريق الجيش السوري مشان نروح للمرحله الثانيه، بصير عندنا اعاده تقييم للفريق وبكون هيك يمكن شوي مصاري بتفوت اكثر عليكم الاتحاد. ايه طبيعي بس للمرحله الثانيه. فريق الجيش ولا المعارضه تلعب معه؟ نعم فريق الجيش ولا المعارضه رح تلعب معه؟ ما بعرف. لا يا خي نحن عم نلعب رياضه جو هلا فينال في داعش وبعدين هلا بدنا نختم بالصور معك قبل ما نختم مع استاذ سعد ومع الشباب. بالان بي اي عندنا مفاجاه كبيره، ثلاثه من اغنى الفرق والاقدم والاعرق، اذا بدك الاعرق الاغنى والاقدم، بوسطن ليكرز نيويورك وليكرز، ثلاثتهم منهم موجودين بالبلاي اوفس، وهيدي شغله كثير كثير كبيره. انا رح بكتب عنها بمجله الميدل ايست قريبا جدا حول هيدا الموضوع، انه يعني وقت فاتت اوكلاهوما على الام بي اي قامت الايام انه هي مدينه صغيره كيف مفوتينا بين الكبار. اليوم نيويورك سايبر سنترز او لوس انجلوس ليكرز مدينه ملائكه، بوسطن اقدم فريق، كيف عم يصير معهم جورج هيك؟ صح، حتى عم نشوف البوب كاتس بنشوف فرق كتير جديدة السنة عم نشوفها بالبلاي اوفس وعم بتنافس، وليش لا توصل لمراحل نهائية بعده؟ بس سان انطونيو وصل للفاينلز، يعني سان انطونيو الوحيد اللي بعده هيك محافظ على عراقة الفرق القديمة، شوي ميامي اكيد لانه يعتبر فريق عريق. منتابع سوا البلاي اوفس اللي انطلق بالمنطقتين الشرقية والغربية. During
رح نكون بداية مع الإيست كونفرنس من الأير كندا سنتر. تورونتو رابترز كان عم يستقبل بالجيم 1 منافسه بروكلين نتس. هاللقاء سقط فيه على أرضه فريق تورونتو بمفاجأة 94-87. تورونتو هو ثالث المنطقة الشرقية، بروكلين سادس المنطقة الشرقية. أبرز لاعبي الفريق الفايز كان جورج جونسون ب 24 نقطة، ودران ويليامز مع 24 أيضا، بول بيرس ب 15، كايل لاوري أبرز لاعبي تورونتو ب 22 نقطة. 1-0 إذن لفريق بروكلين نتس. عم تشوفون بول بيرس عم بيقود فريقه لهالفوز المهم، اكيد معه كي جي او كيفن جارنيت. من جهه ثانيه وبالويست كونفرنس، سان انطونيو سبيرز كان عم يستقبل بتكساس دالاس مافريكس الجارين، فينا نقول بالاي تي ان تي سنتر. اللقاء انتهى بصعوبه لفريق سبيرز 90-85، تقدم بالسيريز 1-0. تيم دانكن وتوني باركر وجينوبيلي مثل العاده كانوا الابرز، دانكن 27، باركر 21، وجينوبيلي 17. نوفيتسكي كان بعيد عن مستواه، اختفى ب 11 نقطه فقط بعد رقابه لسيئة عليه بهالمباراه. بدنا نشير ايضا 1-1 اوكلاهوما ومنفس، ايضا 1-1 كليبرز وجولدن ستيت. هيدي بابرز باقي اذا هيدي ابرز المباريات. روبير عماد قريبا بيكون معنا وبلش نحكي اكثر بالتفاصيل في هذا الموضوع. كلمه اخيره سعد الدين عن النادي، شو بتحب توجه كلمه للجمهور للاداره للفريق؟ احنا اول يعني الجمهور ايضا هو كوتش واذا بدك واداره هو رقم واحد، نادي النشبة يعني رقم واحد. ايه هن الجمهور اكيد اكيد مظبوط، لان احنا المحرك الاساسي هو لان تاريخ النادي، جماهير النادي. الحقيقه لان هذا النادي يمكن بالقليل بلبنان التف حواليه كل اللبنانيين، وهذا اللي احنا حريصين انه نضلنا محافظين عليه حتى النهايه. هلا اي شغله ثانيه، الشباب بيستحقوا اللقب يهدوه لجماهيرهم، لان بالنتيجه بهني برجع بقول انه الحق بحسب العروض اللي عم بيقدموها. نحن بهالنتيجة بهمنا نحافظ على هيدا النادي، نحافظ على جماهيره وتنوع جماهيره، ونحافظ على بالنتيجة ان احنا عم نشتغل رياضة للرياضة بس، بخلاف ما القيل والقال. لان بالنتيجة نحن بهمنا انه معنيين بمجتمعنا انه نرتقى فيه، ونحن كل ما بنشوف اي برامج خارجية بيجوا اولادي بيقولوا لي انه طب نحن بنفتح اقنية معينة تي اف ام ولا انتين دو، بيفتحوها بالرياضة، يعني نشرة الاخبار تبلش بالرياضة عم بحدث فني. نتأمل انه نحن بلبنان بدنا نشوف يصير مثل ما بيصير مع الام تي في باخر النشرة كل يوم ان شاء الله، بس شاء الله. بلش العملية بالرياضة، اعملوا اذا في انجازات كبيرة بنبلش فيها ان شاء الله، هالشيء بنوصل له بوقت قريب. ونحن بنتشكركم على الاستضافة. شكرا لكم، نحن بنتشكر دعمكم وجهودكم لنجاح الرياضة اللبنانية، كل واحد من خلال الاختصاص اللي هو فيه. شكرا لك استاذ سعد الدين جو، شكرا لك. زد دي اف ما رح تنقل بس البطوله بشكل مجاني، بطوله كاس العالم لكل اللي عم يسالوا، بس نوضح لهم عن قصه كاس العالم بس بالمانيا لانه كانت رح تسبب خسائر ب 75 مليون دولار لو كانت هي اخذت كمان بشكل مجاني. بس انا مثل ما كنا بقول مروان ممكن يرجع القطع على صحن او شيء ولا لا؟ لهلا ما في، بس قايلين انه هن على بالمانيا فقط، حتى مش على القمر الاوروبي الهوت بيرد. شكرا جورج، شكرا ساندرين. عندنا هلا نيروم ومدريد برشلون روم مدريد، عم بحكي دورات الكبيره ايه قبل ما نكون مع مع دوره رولان جاروس. مروان كلمه اخيره، بعد عرفت مين رح يربح بطوله العالم بالفورمولا 1 ولا بعدك؟ بعدك صعبه شوي. لا انا بقول مرسيدس للصانعين اكيد. بالنسبه للسباق الجاي هو اخر فرصه لريد بول وفيراري، لانه عندهم 3 اسابيع يعملوا كل التحديثات والتعديلات الانسيابيه للسياره تقدروا يطلعوا منها اكثر. ما بعد هذا السباق يعني هو اللي بيعطينا افريج كيف مستوى السيارات نسبه لبعضهم، هي نوع السيركت كمان، في كل شيء، في منعطفات سريعه، في سحبات، وفي تشيكينز كثير قاسيين، هو بيعطي الافريج لبقيه السنه. شكرا لك مروان، وشكرا لجميع المشاهدين، والى الملتقى الاسبوع المقبل.